حكم الاستثمار في بلاد الكفار مثل أوروبا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية الكافرة من خلال شراء العقارات والأسهم وغيرها، علما بأن هذه استثمارات تقوي من اقتصادهم. لا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس أهم شيء الأسهم، هذا ما يأخذ أسهم بنوك أو فنادق أو صالات قمار أو دور سينما أو كذا. المهم يعني شوف شركات تجارية، يعني أجهزة، عقارات، بعد شنو، كتب، ها، صناعة، زراعة، المهم يعني شركات مباحة، يبحث في شركات مباحة. نعم، تفضل.